السلام عليكم، مساءكم سعيد المتابعين الكرام، متابعين الجريده الالكترونيه جريده شتوكا تي في. يعني اليوم ان شاء الله في ضيافه رئيس جامعه انزكان سي رشيد المعيفي. ان شاء الله من بعد اللقاء اللي درناه مع الرئيس ديال جامعه القليعه المجاوره السي محمد بكيز، اليوم انتقلنا عند السي رشيد المعيفي اللي هو رئيس الجامعه الترابيه ديال انزكان. اللقاء كما كتعرفوا كما درنا ليه الاعلان غتلقاوه في الباج ديالنا ديال الفيسبوك صفحه شتوكا تي في وكذلك صفحه مصطفى رضا. ان شاء الله تبارطاجيو هذه الحلقه وتسجلوا الاسئله ديالكم، واللي عنده شي تساؤل يسجلوه في التعليق ولا من خلال الواتساب من خلال الرقم المتحرك اللي هو 06 61 72 04 00. يصيفط لنا التساؤل ديالو ولا رساله نصيه من هذا الخصوص، ولا كما قلنا التعليق حتى البث المباشر. وبالاسم ديالكم كاملين ان شاء الله كنرحبوا بالسي رشيد. مرحبا بك عندنا، مرحبا بنا عندكم السي رشيد. مرحبا سي مصطفى ومرحبا بشتوكا بريس. مرحبا السي رشيد المعيفي، يعني تبارك الله ما شاء الله، يعني هذه سنه ونصف من انتخابكم رئيسا على جامعه انزكان. وإلا كان هضروا على جامعة إنزكان تبارك الله غادي نهضروا على من أكبر الجامعات والمشهورة من ماشي غير في الجهة في الجنوب، وهي عاصمة الاقتصادية ديال الجنوب تبارك الله. يعني ممكن تلخص لنا السي رشيد الحصيلة ديالكم، يعني شنو دار في هاد سنة ونصف في الجامعة ديال إنزكان على التسي ديالكم، يعني فيتكم يعني في التسي ديالكم كرئيس لجامعة إنزكان. شكرا سي مصطفى، تحية للسادة المتتبعين. أكيد كما قلتي بأن مدينة إنزكان هي من أكبر المدن المغربية اقتصاديا واجتماعيا بما لها من إمكانيات اقتصادية وبشرية. المدينة اللي كنفتخروا بالانتماء إليها، المدينة اللي كنفتخروا أننا كبرنا فيها وطلعنا فيها، ومن هذا المنطلق تقدمنا المسؤولية باش نساعدوا ما أمكن في تنمية هذه المدينة وعلى مجموعة من القطاعات. أكيد بأن تدبير مدينة كمدينة إنزكان يحتاج الكثير من الجهد، الكثير من العمل، تضافر الجهود ديال جميع مكونات المجلس. وكما تعلمون تسلمنا المسؤوليه بعد سنتين ديال كورونا وكذلك بعد السنه ديال الانتخابات، ثلاث سنوات من التوقف، كانت المدينه شبه متوقفه نظرا لهذه الظروف. استلام المشعل لم يكن سهلا، استلام المسؤوليه لم يكن سهلا، ولكن الى اليوم نحن نفتخر بما حققه المجلس في هذه السنه والنصف، لان فتحنا مجموعه من الملفات الكبرى في القطاعات المتعدده. يكفي ان نقول اليوم باننا مشروع تصميم تهيئه اللي هو اليوم في الجريده الرسميه اللي اكتمل، اللي من خلاله قدرنا اننا ندير واحد التصور واضح في مجال التعمير الجامعه انزكان لمدينه انزكان باحيائها الثلاث، الجرف وطراس والمركز انزكان وكذلك الملتقى الجنوبيه الشرقيه. هذا العمل هذا، وكذلك ما ننساش ضفه ودسوس اللي اليوم اصبحت متاحه الى الامس القريب، كان ليس بامكاننا استغلالها، ولكن اليوم اصبحت متاحه ومشار اليها في تصميم التهيئه من اجل استغلالها كمنتزه وكذلك لبناء مجموعه من المرافق. كنقولوا اليوم باللي الا قلنا غير هذه غير تصميم التهيئه في هذه الولايه ولا في هذه السنه والنصف فهو انجاز كبير بالنسبه للمجلس. ناهيك عن مجموعه من الاصلاحات اللي درنا في المجال ديال المجالات الخضراء، في الاناره، كذلك في الباقي استخلاصه، في الاداره، في المستودع، في مجموعه ديال القطاعات، في مجال الصحه اشتغلنا على مجموعه الاوراش، مجموعه الملفات اللي كانت عالقه ودرنا فيها واحد المجهود كبير، مثلا ملف بوجديك، ملف تغزوت، ملف سيدي عبد الجليل وحي بوم، هذه الملفات كامله وضعنا على الطاوله وفتحناها للنقاش، فتحناها للحوار، كي لقينا فيه الحل النهائي هو ملف بوجديك اليوم اللي اصبح نهائيا، وتم هدم جميع المنازل الايله للسقوط والقيام بالمسطره من اجل استفاده اصحابها في تجزئه العين بالقليعه. يعني مجموعه الملفات اللي هي كبيره، اعتقد اذا كانت الامكانيه في المعهد ممكن نمر لها بالتفصيل فيما بقي من الحلقه. نعم، شكرا السيد الرئيس. يعني تبارك الله، يعني من خلال هذا التقديم ديالكم يعني داكشي اللي دار في بدايه الولايه، في بدايه الولايه ديالكم استضفناكم وكنا هضرنا على واحد القضيه مهمه اللي هي اللي كيشتغلوا عليها اغلبيه الرؤساء اللي هو برنامج العمل. وقتها يعني حطيتنا في الصوره، حطيتنا اهم النقاط اللي غادي تشتغلوا عليها الى اخره. يعني هذا برنامج العمل فين وصل؟ واش تمت يعني التصويت عليه؟ يعني وصلتوا للمراحل ديالو النهائيه؟ واش السلطات العامله عفوا يعني تمت التاشير وكذا؟ ياك ما وقعتش شي مشاكل، ياك ما كاينش شي ملاحظات من خلال السلطه العامله في هذا الخصوص؟ في اطار احترام القانون واحترام القانون 113/14 تمت المصادقه في الوقت المحدد على برنامج عمل الجامعه، كما تم التاشير عليه من سلطه المراقبه. هذا البرنامج اللي كنقول باننا اشتغلنا عليه بطريقه تشاركيه
ولامسنا فيه جميع القطاعات الاقتصادية، التجارية، الثقافية، الفنية، الرياضية، البنية التحتية. يعني استطعنا من خلال هذا البرنامج أن ننزلوا جميع الأوراش التي يمكن تنزلها داخل هذه المدة. هناك أمور صعبة، نتمنى أن نتوفقوا مع أخذ الاعتبار جميع طرق التمويل، لا عن طريق الاتفاقيات مع الوزارات الخارجية، لا عن اتفاقيات كذلك مع المصالح الخارجية، لا اتفاقيات مع القطاع الخاص، ولا كذلك التمويل الذاتي ديال الجماعة لهذه المشاريع. كاين مشاريع كبرى في جميع القطاعات بدون استثناء مقسمة على 6 سنوات. نتمنى أن نتوفق في إخراج الوجود، ولكن الأهم من هذا أننا اليوم نقول أن المجلس له تصور واضح. مكونات المجلس اليوم لديه تصور واضح لهذه المدينة، لكيفيات إنجاح هذه المدينة، وتم تنزيل كل هذه الرؤية ولهذه الرؤية في برنامج عمل الجماعة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله في التنفيذ دياله. نعم، يعني السي رشيد، قبل بداية ولا قبل التسلم ديالكم الرئاسة ديال المجلس ديال الجماعة، كان عندكم واحد التصور لتدبير هذه الجماعة، ودابا شيء آخر، يعني كيفاش لقيتي راسك من بعد التسلم ديالكم المفتاح ديال التسيير ديال جماعة نزكان؟ واش كاين نفس التصور قبل ما تسير، ولا لقيتي شي عراقيل وشي مشاكل، ولا لقيتي جماعة نزكان كما تنقولوا صعيبة باش نعمل تلك هذاك المثل، يعني تبارك الله كثرت ديال المشاكل وكثرت الانتظارات وكثرت كذا، كما قلنا في الاول اللي هي كتعتبر ثاني مدينه من بعد مدينه الدار البيضاء، مدينه اقتصاديه، مدينه كبيره، مدينه الانطلاقه ولا المعبر ديال بين الشمال والجنوب. اكيد ان كما قلنا سابقا المدينه السكنيه مدينه صعبه التدبير نظرا لتشعب القطاعات اللي كاين فيها، وكذلك الساكنه كذلك واختلاف الانتماءات ديالها. ولكن كنقولوا التصور اللي جينا به النهار الاول ولا غاديين فيه حنا اليوم، لان حنا ندبر بتصور ديال المجلس، بتصور اعضاء المجلس، هو التصور اللي جبناه منذ اليوم الاول، وكما قلت هو اللي نزل في برنامج عمل الجماعه. هو تصور نابع من اين؟ نابع من فهمنا للتراب. ربما قوه المجلس اليوم هو فهمه لتراب جماعه زكان باحياها 13 جرف وطراس وعنزكان. هذا الفهم هو الذي سهل المأموريه اليوم على المسؤولين وعلى المجلس بكافه مكوناته، بالتحالف كامل بجميع الاحزاب الاغلبيه، انها عندها رؤيه واضحه وعندها فهم واضح الخصص الموجود، احتياجات المواطنين، لما يمكن تطويره داخل هذه المدينه. كما قلت التصور لم يتغير ولن يتغير، نحن منذ البدايه جئنا بتصور واضح. المهم نتمنى ان نوفق في تنزيل هذا التصور في الوقت المحدد وبالطريقه اللي بغينا وبطريقه جيده لما فيه صالح للساكنه وصالح للمدينه وصالح لجميع المكونات. نعم، ان شاء الله السيد الرئيس، يعني من بعد عطيتينا على البرنامج العمل اللي كما قلتي يعني والتصور ديالكم يعني قبل التسلم ديالكم وبدايه التسلم ديالكم للرئاسه في المجلس السابق اللي تقريبا هذه ودانا سنه ونصف، اعطى واش خلى لكم شي ارث موروث في يعني اوراق البلد ديالكم فيما يتعلق بتسيير المجلس ديال الجماعه ديال السكان؟ ما غاديش ليس من طبيعتي انا قذف، انا زعما لا ماشي قذف، ولكن لا هذاك التسيير وهذا ولكن هو ولكن الواقع الذي يجب ان نتفق عليه وان احنا واخذنا التدبير بعد فتره صعبه جدا وهي فتره كورونا وفتره الانتخابات. 3 سنوات كنت نقول 3 سنوات والمدينه شبه متوقفه في جميع القطاعات لان مشاكل معروفه. سنتين عرفنا كامل ديال كورونا كيف مرات، وسنه الانتخابات كتعرفوها سياسيا كيفاش كدوز. دونك هاد الصعوبات ما غاديش نقول انا دافع على المجلس السابق، ولا اكيد كاين مشاكل، كاين امور صعبه كما حنا اليوم كنعيشوا صعوبات. ان هذه مدينه زكان 14 كيلومتر مربع ب 155 الف نسمه، تصوروا معي مدينه بهذا الكثافه السكاني، بهذه المشاكل، بهذا الحجم الاقتصادي، بهذا الاسواق، بهذا المرافق، اكيد ان هناك مشاكل كثيره. احنا الدور ديالنا اليوم هو ايجاد حلول لهذه المشاكل بغض النظر عن من كان هو السبب ومن كان المسبب. هدفنا اليوم هو ايجاد حلول ناجعه، ايجاد حلول معقوله اللي كتراعي حقوق ولا كتراعي مصلحه الجامعه وكذلك مصلحه المواطنين. نعم، شكرا سيد الرئيس، وكنرحبوا مره اخرى بالساده المشاهدين اللي معنا في المباشر، كنرحبوا بكم في هذا اللقاء. ان شاء الله التفاعل ديالكم هو اللي يدفعنا باش نطرحوا جميع الاشكاليات، يعني اللي عنده شي اشكاليه ان شاء الله باش يطرحها في هذا المباشر. نجاه رزقي مرحبا، كذلك احمد السعود، تحيه طيبه لسيدي مصطفى ولضيفكم الكريم. ضيق مساحه جماعه زكان ضيعه عليها فرص للاستثمارات مثل الاحياء الصناعيه، هل هناك فرص لضم جزء من اراضي الجماعات المجاوره مستقبلا سيد الرئيس؟ تحيه لكم نور الدين تكادير. لماذا جميع المصاريح الاداريه مجتمعه وسط المدينه مما يعرقل حركه السير والجولان؟
يعني هذه من بين الأسئلة اللي جاتنا من السادة المشاهدين. شكون مازال ما شفنا الجديد؟ يعني أسئلة وغيرها إن شاء الله اللي كنتمنى إن شاء الله تبارطاجيو الحلقة باش توصلوا للسكينة ديال إنزكان والجماعة المجاورة كما قلنا، بحكم أنه راه جماعة إنزكان هي القلب النابض، غنقولوا غير الجهة والجنوب كاملة. هذه النقطة ديال السير والجولة السيد الرئيس اللي كنشوفوا كتشكل واحد الإشكالية، من بين المشاكل تواجد السوق في المركز، تواجد سوق ثلاث وكذا الى اخره، يعني وتواجد الادارات كما قال السي سعود. يعني هذا المشكل ديال السير والجولان، شنو هو التصور ديالكم ولا التخطيط ديالكم تفكوا هذا المشكل؟ إنزكان كنقولوا ذي اقليم الساحه، وكنقول لك التنفس السكاني، وكنقول التوزيع على اربع قطاعات. إنزكان اليوم يكون توزيعها واد سوس كجزء اول، الجزء الثاني للمناطق الناقصه التجهيز اللي هي الجرف وطراست، والجزء الثالث المدينه القديمه، والجزء الرابع التجديد الحضري وهو المنطقة الجنوبية الشرقية. اليوم مدينة إنزكان لها مركز إداري تجاري، هذا يعتبر من أحد مقوماتها وأحد مميزاتها. علاش؟ لأن مركز إنزكان كان ولا زال وسيبقى هو مركز استقطاب، ما هو إداري ما هو تجاري. الحل ديال هذا المشكل هو ان التجاره وكذلك ما هو اداري هو ان يتوجه شيئا فشيئا للمنطقه الجنوبيه الشرقيه. هذا هو علاش كاين توجه اليوم بان المحطه الطرقيه تمشي للمنطقه الجنوبيه الشرقيه، كذلك تحويل سوق المتلاشيات، استغلال الساحه القديمه لسوق الجمله اللي هي مساحتها 67000 متر مربع كمرابط تحت ارضيه وكذلك ساحه عموميه. هذه الامور كلها غادي تاثر في النسيج الاقتصادي، وغتاثر في الحركه التجاريه والاقتصاديه داخل المدينه، وغتخلق واحد السهوله واحد المرونه في التحرك داخل المدينه. هذا هو الامل ديالنا اللي كنقول يجب هذيك الازاحه ديال التجاره للمنطقه الجنوبيه الشرقيه والمقومات الاقتصاديه كذلك في اتجاه المنطقه الجنوبيه الشرقيه. وهذا انا اكيد انه غيعطي مقومات ديال مدينه جديده، كما قلت المدينه اللي فيها واد سوس والمستقبل ديالو، واللي فيها المناطق ناقصة التجهيز والمستقبل ديالها، المدينة القديمة والمستقبل ديالها، والمدينة الجديدة أو ما يسمى بالتجديد الحضاري اليوم. ما كنقولش هذا الشيء عبارة عن كلام، ولكن هو تصور تمت المصادقة عليه في تصميم التهيئة وتم إدراجه في جميع وثائق التعمير. يعني هذا مشروع مستقبل المدينة، وعما قريب إن شاء الله إحنا على أبواب وعلى مشارف تحويل سوق المتلاشيات، كذلك تحويل تجار المختار السوسي لواجهات سوق الجملة، كذلك إحنا في إطار إعداد أولا في الاشتغال على ملف المحطة الطرقية الجديدة. تصوروا معي لو أن هذه الأمور تحققت داخل هذا المركز، ما هو التغيير ديال سير الحدود، كيفاش تكون الحركة داخل المدينة. وهذا هو الأمل ديالنا كمدبرين، وكذلك الأمل ديال الساكنة. نعم، شكرا. يعني كاين واحد سمعنا واحد مجموعه من الانتظارات ولا من التوقعات ديالكم في تدبير هذا جمال إنزكان، كتحويل الاسواق اللي كما قلتي سوق المتلاشيات، وكذلك تحويل منطقه المعروفه بسوق الخضر والفواكه الى مربط تحت ارضي وكذا الى اخره. يعني واحد العدد ديال الانتظارات ان شاء الله اللي كننتظروها في هذه الولايه كذا. واش كاين شي دراسه اولا التاثير ديال هذه المشاريع اللي قلتي؟ اولا تحويل سوق المتلاشيات والمربط، وكذلك كان واحد النقطة أخرى اللي هي محطة الطرقية، اللي هي موضوع كبير اللي كان يعني منذ بداية المجلس السابق مرارا وتكرارا يتم تكراره وتكرار المشكل ديالو. واش كاين شي دراسة للتأثير الواقع ديال هاد المشاريع اللي قلتي على التجار ولا على الحركة التجارية الحالية في المركز ديال جماعة إنزكان؟ أكيد سي مصطفى، دابا هاد الأمور اللي كنقول هي أمور رسمية، لأن الملف ديال المحطة الطرقية ملف لليوم تم ايداعه لدى المركز الجولي للاستثمار من اجل الدراسه والمصادقه عليه من اجل اقتناء الارض من اجل انتاج المشروع. هذه امور اللي هي عمليه. سوق المتلاشيات راك تعرفوا السوق الجديد اللي كاين في طمازار في قصبة الطار من اجل تحويل تجار المتلاشيات، هذه امور اللي هي واقعيه. اللي كنهضروا اليوم على ساحه سوق الجمله القديم، حنا على ابواب تحويل او على مشارف تحويل تجار المختار السوسي باش هذيك الارضيه تكون فارغه بشكل كامل، من اجل اننا نبداو في الدراسات ديال المشاريع ديالها. ولكن هذا لا يعني بان هذه المشاريع فقط اللي كاينه في إنزكان. إنزكان فيها مجموعه الشوارع الكبرى اللي غتعاون، شارع محمد الخامس، شارع مولاي علي الشريف، شارع التعاون، شوارع كبرى اعاده التاهيل ديالها والتجهيز ديالها، المرافق الرياضيه، المركبات الثقافيه، القاعات المغطاه، يعني مجموعه المشاريع اللي غتغير وجه المدينه. لان اللي نقدر نقول لك انا اليوم نحن في عام ونصف من التدبير، حنا عام ونصف سنه ونصف اسسنا قاعده العمل. قاعدة العمل فيما يخص الجانب الدراسات، قاعدة العمل في حل مجموعة من المشاكل والملفات العالقة،
ونحن اليوم على مشاريع في الانطلاقة في تنفيذ هذه المشاريع، لأن ما يمكنش لنا نجوا من اليوم الأول ونبداو نديروا المشاريع. حنا خدينا وقتنا الكافي، سنة ونصف كانت كفيلة باش نفهموا المشاكل الموجودة داخل الجامعة ونلقاو لها حلول ونمشوا للمبادرة. اليوم كما قلت ما قمنا به ولا ما تم تنزيله داخل برنامج عمل الجامعة، وكل هذه الأشياء وكلها تصب في تنمية شمولية وفي عدالة مجالية المدينة تنزكر بجميع أحيائها وجميع هوامشها. نعم، شكرا سي دريس. ملي غادي نرجعوا للارث ديال المجلس السابق، كما قلتي يعني لا تبخيس الناس اشياءهم، قلتي راه هذوك الناس داروا الخدمه ديالهم. هذا حنا ما كنهضروش على التبخيس، ولكن غير ملي هضرنا على بعض المشاكل اللي ما لقاوش ليها الحل. هما اولا هضرنا على السير والجولة، كذلك غادي نهضروا على تدبير الممتلكات الجماعيه. واش عندكم شي دراسه ولا شي حاجه في هذا الخصوص؟ انا باش نكون صريح، سجل ممتلكات الجامعة أكبر المشاكل اللي كاين عند داخل الجامعة، واشتغلنا عليه اليوم بالتنسيق مع السيد مدير المصالح وكذلك رئيس مصلحة الممتلكات. وحنا في إطار تحيين سجل الممتلكات، واحد الوثيقة اليوم اللي ضرورية، ووثيقة يجب أن تصفر على الجامعة. من خلالها غادي نقدروا نضبطوا الممتلكات الجامعية والموارد الجامعية، وكذلك تحيين الملفات الإدارية لهذه الممتلكات وتحفيظها من أجل تجنب أي تلاعب فيما بعد في ممتلكات الجامعة وفي مرافق الجامعة. هذا ملف كبير، ورش كبير، كنقولها هذا ملف إداري كبير جدا. أعتقد ماشي غير عندي زكان، ولكن زكان عندها ميزة لأن عندها مجموعة ديال المرافق تعتبر من بين الجامعات داخل الجيان، اللي ما نقول داخل المغرب، اللي عندها مجموعه ديال المرافق، مرافق مهمه. كيف نقول سوق الاسم، سوق السمك، سوق الجمل، الخضر والفواكه، سوق التمور، سوق الكسيمه، سوق اليومي، سوق الحريه، اطلس، بابسوس، سوق البواشي، سوق الحبوب، سوق الدجاج. تصوروا معي هاد الكم الاسواق داخل هاد الرقعه الصغيره. كذلك مجموعه من الجامعه اللي مجموعه ديال المرافق، ولكن اليوم حنا في اطار تحيين هاد المرافق هذه وتسجيلها وضبطها في سجل الممتلكات من اجل حمايه ممتلكات الجامعه والموارد ديالها في المستقبل. نعم، شكرا سي الرئيس. كان واحد المشكل اخر اللي اولا حتى هو ما تلقاش ليه الحل في المجلس السابق، اللي هو غادي يعطي انطلاقه نوعيه للجماعات زكان الى لقات ليه الحل، وهو باقي استخلاصه. تبارك الله اللي مقدر بالملايير ديال السنتيم، الا تمكنتوا باش تجمعوا هذا الباقي استخلاصه، يعني واحد السيوله ولا واحد المدخول ديال الجماعه تعطيها الدافع باش تحقق واحد العدد ديال المشاريع. شنو غادي يدير السي الرئيس هذا الخصوص ديال باقي استخلاص؟ هذا الموضوع ماشي شنو غادي ندير، درنا. لان يكفي ان اقول بان الجامعه تنزكان لاول مره في تاريخها حققت فائضا حقيقيا ديال 27 مليون ديال الدرهم، فائض صافي ديال 27 مليون درهم بدون ما يكون هناك بيع لاي ممتلكات ديالها، وهذا رقم قياسي وتم تحقيقه للمره الاولى. انا لابد ان اعرج بالشكر السيد النائب الاستاذ رشيد ابوي على العمل ديالها كتقوم بمعيه الفريق ديالها كامل، رئيس المصلحه وجميع رؤساء المكاتب وجميع مكونات الموارد الماليه بالتنسيق مع مصلحه الممتلكات وجميع مكونات مصلحه الممتلكات، وهذا العمل كامل تحت اشراف السيد مدير المصالح. كان عمل كبير، كان مفتخرين اليوم نقولوا حققنا 27 مليون درهم. هاد 27 مليون درهم كفائض حقيقي سنعرفوا بلي في واحد الرقم كبير من الباقي استخلاصه، وحنا باقي واخدين تدابير كبيره جدا في تحيين اداره الاسواق، العمليه القرب، التحسيس، كذلك الذهاب الى الاجراءات المحكم، الاجراءات القانونيه، التبليغ عند رقم المفوضين القضائيين. اليوم لا يمكن للجامعات المحليه ماشي غير زكان ان تبقى مكتوفه الايدي امام هذا الريح. الجامعات مطالبه اليوم باستخلاص حقوقها لدى المواطنين. كما المواطنين شحال مقدر هذا الباقي استخلاصه؟ الباقي استخلاصه اليوم ما نهضرش حيت فيه الموارد الذاتيه والموارد المحوله. الموارد الذاتيه لا يتعدى 15 مليون ديال الدرهم. 150 مليون 15 مليون ديال الدرهم، مليار ونص. مليار ونص الموارد الذاتيه. ولكن الموارد المحوله تتجاوز 50 مليون ديال الدرهم. الموارد المحوله كنقصد بها الضريبه التجاريه، ضريبه النظافه، وهذا يعني الا باقي استخلاصه 6 مليار ونص 7 المليار تقريبا. هذا باقي استخلاصه كما قلت فيها ذاتي اللي هو ديال الجامعه، وفيها ما هو محول اللي كتكلف فيه القبضه ولكن بالتنسيق مع الجامعه. ولكن حنا دايرين عمل كبير، عمل كبير اليوم كما قلت لا يمكن للجامعات المحليه تبقى مكتوفه الايدي امام هذا الريع، خاصه وان جميع المرافق الجامعيه القيمه الكريه ديالها قيمه هزيله، قيمه مدعمه، قيمة اللي يمكن لأي مواطن أنه يؤديها في الوقت المحدد دون تماطل. ولكن للأسف الريع والفكر بأن الجامعات ليس لديهم تتبع اليوم تغيرت الرؤية
وحنا مجبرين اليوم في تنفيذ القانون وتنفيذ دورية وزارة الداخلية وتنفيذ دورية الحكومية من أجل أن الجامعات المحلية تطور الموارد ديالها، توسيع الوعاء الضريبي. حنا كنشتغلوا في هذا الإطار، وكذلك وانا انتق لدي ثقة كاملة السيدة النائبة وجميع مكونات الفريق ورئيس المصلحة فأنهم غادي في الطريق الصحيح من أجل أنهم أننا نقلصوا هذا الباقي استخلاصه إلى أرقام قياسية إن شاء الله. نعم، شكرا سيد الرئيس. مرة أخرى كنرحبوا بالسادة المشاهدين كل واحد بالاسم ديالو، إن شاء الله تسنى تبارتاجيو الحلقة توصلوها الناس ديال إنزكان والناس ديال الجهة كاملة اللي عندهم ارتباط بهذه إنزكان، يعني تقريبا غادي نقولوا الجنوب ديال المغرب كامل له ارتباط بجماعة إنزكان ماشي غير الناس ديال الجهة. سي حسن متين مساء الخير، مساء النور سي مصطفى ضيفك الكريم. نتمنى مرة أخرى استضافة رئيس جماعة سيدي يعقوب إن شاء الله. سي حسن عبد العزيز صورو، برنامج عمل طموح يستوجب توفير رصيد عقاري هام وكذا موارد ماليه كبيره، وبالتالي يجب تخصيص مساحات كبيره في مشروع تصميم تهيئه مما يترتب عنه ارتفاع عدد المنازعات القضائيه ضد الجامعه، التعويض عن نزع الملكيه من اجل المنفعه العامه. السؤال، ما هي الاجراءات المتخذه لتنميه الموارد الذاتيه لتجنب الجامعه الالتجاء أو إلى الاقتراض؟ تحية التقدير والاحترام للسيد الرئيس والأخ مصطفى. تحية لك كذلك سي عبد العزيز صورو. كلنا ثقة في السيد الرئيس بخطوات ثابتة تسير مدينة إنزكان الأفضل إن شاء الله. أحمد بوزي، تحية لكم. الباركينغ في أكادير فابور إنزكان، علاش مازال خديجة حلفي؟ امتى غادي دير هذه المشاريع اللي قلتي السي عبد العزيز الفيلالي؟ السلام عليكم سيدي الرئيس، انا واحد من الباعه المتجول، تقهرنا بزاف يجري علينا من بيجري مع المخزن وحتى هما تقهروا معنا، ما هو الحل؟ كما نحن متفائلين بحسن تدبيركم ان شاء الله. نتمنوا ان شاء الله تبارطاجيو الحلقه ان شاء الله وتسجلوا الاسئله ديالكم كما جانا من الساده المشاهدين. يعني تبارك الله، ممكن بين الفين والاخرى تشير تساؤلات الاسئله اللي كيجيونا من الساده المشاهدين، وبخصوص هيكله الاداره الجماعيه. شنو درتوا في هذا الخصوص؟ الإدارة أعتقد هو تحدي كبير بالنسبة لجامعة إنزكان على غرار باقي الجامعات، خاصة وأن جامعة إنزكان اليوم تعاني من مغادرة مجموعة ديال الموظفين، إما لوصولهم سن التقاعد أو مطالبتهم بالتقاعد النسبي أو لدوافع صحية أو الانتقال للحق بالعائلة، يعني مجموعة ديال الأمور. ناهيك على أن المؤسسة كمؤسسة نظر لأن التوظيف سابقا كان مبني على مجموعة ديال الأمور، يعني كان التوظيف المباشر ولم ترفع مجموعة لم ترعى فيه مجموعة من المعايير. اليوم الإدارة لها رجالتها ونساء ونعتز بهم ولابد أن نشكرهم من هذا المنبر. نعم. لها رجالتها ونساء اللي اليوم مدينة إنزكان نفتخر بوجود مجموعة ديال الناس اللي كيديروا واحد العمل كبير، ومعاهم وبالتوازي معاهم كنشتغلوا على مجموعه ديال الامور اللي داخله في التنظيم الاداري من جهه التطوير وزياده المردود ديال الموظف مع مراعاه الاكراهات التي يعاني منها الموظف، المشاكل التي يعاني منها الموظف. يجب ان نعرف اليوم ان الجامعات المحليه هي المؤسسه الوحيده ديال الدوله التي لا تتوفر مثلا ولا لا تخصص دعم او تحفيز للموظفين في اطار التعويض على العمل الاضافي وفي مجموعه الامور. للاسف هذا موضوع يجب ان تعاد رؤيته من زاويه اخرى، ولكن على العموم الجامعه اليوم بجميع مكوناتها، كنقول المجلس بالتنسيق مع الموارد البشريه وكذلك جميع مكونات الاداره، كنشتغلوا بطرق حثيثه من اجل اننا نوضع واحد تصور عام كيف بغينا الإدارة، خاصة وأن اليوم على أبواب المطالبة بترسيم الموظفين اللي غيدخلوا لتطبيق المنظمة أو تطبيق المنظمة الأورغانيغرام ديال الجامعة. اليوم كنشتغلوا في الامتحان باش أننا ما يبقاش رؤساء مصالح مؤقتين ولكن نرجعوا رسميين بناء على المباريات اللي غادي يجتازوها. كما قالت الإدارة هي واحد العامل اللي هو صعيب نظرا لمغادرة، لأن في ظرف سنة ونصف تتم مغادرة 32 موظف وهذا رقم كبير جدا، ومن هنا نهايه الولايه 2026 غادي تكون إنزكان غادر منها ما يزيد على 100 موظف، يعني غيكون واحد الخصص كبير. نحاولوا التعويض ديالو باجراء مباريات ديال التوظيف بالتنسيق مع سلطه الرقابه سلطه المراقبه من اجل تقويه الموارد البشريه ديال الجامعه، تقويه الكفاءات من اجل في الاخير المطاف الهدف هو المواطن توصل واحد الخدمه جيده، يوصل واحد العمل جيد، نزلوا مشاريع مهمه داخل هذه المدينه. انا كنقول دائما كنقولها وكنعيدها بان بدون اداره قويه لا يمكن ان نتحدث عن مجلس قوي او عن سياسي قوي.
كنقول ديما الإدارة هي التي تنفذ وهي تطبق أفكار السياسيين وأفكار المجالس. نتمنى أنهم يتوفقوا للقوا حلول في القريب العاجل باش نعالجوا هذه المشاكل إن شاء الله. نعم إن شاء الله. كاين قضية أخرى اللي ملي هضرتي لنا على التحويل ديال السوق ملي كنا كنهضروا على فك ديال السير والجولان، واحد النقطة تذكرت في لقاء سابق مع الرئيس السابق نذكر بالخير، يعني حبذا لو هذه القضيه نشوفوها دار في انزكان، يعني مازال ما داروا في اكادير وقت ايدين، وكنا كنقولوها في البرامج المباشره اللي هي ممر تحت ارضي من مرجان مباشره حتى المقر ديال العماله، يعني يكون بحال هذاك اللي كاين في انزكان. واش كاين شي تفكير هذا المشروع يدار في انزكان؟ هادو من اهم كنهضروا عليه منذ 2016. هادو من اهم المشاريع المبشره اللي لجوا في هذه النقطه. جبنا نشكر السيد العامل يعني كاين من الناس اللي يوقفوا على هذا المشروع. هذا المشروع غيكون بشراكه مع جامعه زكان، جامعه تملول، جامعه الجيره وجامعه زكان، الجهه وباقي وزاره الداخليه وباقي الوزارات. مشروع للدراسات ديالو تمت المصادقه عليها بقيمه 20 مليون ديال الدرهم، فيها مساهمه ديال جامعه زكان ب 5 مليون ديال الدرهم، جامعه تملول 5 مليون ديال الدرهم، جامعه الجيره 5 مليون ديال الدرهم، وجامعه اكادير 5 مليون ديال الدرهم. فحنا الجهه ساهمت ب 120 مليون ديال الدرهم في انتظار ان باقي المساهمين يعني غادي نشوفوا ان شاء الله غادي نشوفوا في هذه الوقت. هناك دراسه اما غيكون ممر تحت ارضي اما هناك طريقه اخرى، ولكن الفكره اللي كان اليوم هي ممر تحت ارضي اللي غيخدم من حدا الكوميسا ديال زكان حتى حدا مرجان من اجل فك المشكل نهائيا، فك المشكل الازدحام، ومن اجل ان تكون طريق انسيابيه ويكون الحركه عاديه. هذا مشروع اللي نتمناو اننا نشوفوه في القريب العاجل، وحنا متاكدين مادام هناك اشراف السيد العامل عليه على هذا الملف هذا، حنا متاكدين انه غادي يكون في القريب العاجل. كنقول الدراسه نهايتها غتكون في نهايه السنه تقريبا، تكون اكتملت على اساس ان الاشغال تبتدئ بدايه السنه المقبله، وننتظر بفارغ الصبر وبشغف كيف غتكون الحله ديال واجهه زكان وواجهه التشيره وواجهه تملي وواجهه اكادير. فالطريق خاصه ان تربطنا بطريق واحد والطريق القادم من مدينه اكادير، حتى تكون هناك عداله مجاليه وعداله على مستوى التجهيز، وعداله حتى المواطنين الزكان يحسوا انه ينتمي لهذه الجهه وانه له الحق ذلك في الاستفاده من جميع ما هو متطور، من جميع ما هو ابداعي، من جميع ما هو جديد داخل هذه الجهه. نعم اذا تفكرنا في البدايه الولايه ديالكم رئيس المجلس الاقليمي سي مولود خرج بواحد التصريح وداره ربما في الاجتماع المجلس الاقليمي، قال علاش غير كتفوت اكادير كتلقى كيوقف المشاريع، علاش انزكان حتى هي ما تستفش بهذاك التطور؟ يعني بدايه من هذا المشروع اللي قلنا اللي غادي يدار ان شاء الله في هذا الخصوص. في اطار استمراريه المرفق العام، يعني كاين شي مشاريع اللي تبدات في المجلس السابق، وكاين هناك مشاريع اخرى اللي تم الغاؤها ولا ازاحتها في برنامج العمل. مثلا ما هي المشاريع اللي باقي يعني تعطات الدراسه ديالها والتنفيذ ديالها في المجلس السابق وانتم ان شاء الله كدار على ايدكم، ولا المشاريع اللي حيدتوها يعني لغيتوها لاسباب من الاسباب اللي غادي تذكرها لنا ان شاء الله؟ لا، بالنسبه لاهم المشاريع اللي لقينا فيها مشاكل هي مجموعه ديال الطرقات بحي جرف وطراس اللي لقينا فيها مشكل ديال صندوق التجهيز الجماعي، كان مشكل في تقني ومجموعه ديال الامور الاداريه، وقفنا عليها لمده سنه وحنا اشتغلنا في هذاك الملف. في اخر المطاف استعدنا القول الحل وتعويض الشركات اللي عندها مشاكل، واليوم راه الطرقات تصوبوا بالبافي ديالهم بالطرق ديالهم، والحمد لله اليوم هذا مشكل مشاكل. ما غاديش نقول لك حيدنا مشاريع دار المجلس السابق ولا المجلس الحالي، ولكن كل ما في الامر بان المجلس اليوم عنده تصور واضح في الخصص الموجود، وانتبهنا انا كثيرا صادقا انتبهنا كثيرا الى الرؤيه ديالنا أكثر ما انتبهنا إلى ما تركه المجلس السابق أو إلا ما ذكر المجلس السابق. فقط حنا جينا وضعنا تصور في جميع القطاعات وكنشتغلوا عليه. أنا أقول لكم بخير دليل أن اليوم قاعة مغطاة بملعب إنزك بملعب طراس، عرفنا كاين واحد الفضاء، درنا قلعة ديال اليوم الكونكور الشيخ دكتور راه كاين طلونصا ديال قاعة مغطاة 7,500,000 درهم. هذا مشروع اللي كاين نقول لك بامر بسيط، هادو امور جديده ديال المجلس. قاعه مغطاه ديال 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 الكومبلكس المركب الثقافي اللي كان فيها مسرح وقاعه رياضيه، اليوم اصبحت قاعه رياضيه درست لونس غيبدا المشروع ديالها. وغلينا يعني ما كانش عندنا هدف نحيدوا التصور ديال المجلس السابق ونعودوا التصور ديالنا، ولا بالعكس منذ البدايه جينا بتصور واضح ديال مشينا عليه. لا حنا كنهضروا يعني مباشره مع السنوات الرئيس فعلي لقيتوا الاشكاليه كما قلتي بحال الاحياء ديال الشرف وكذا، يعني الاشكاليه اللي بعض المشاريع اللي ممكن ما يدارش، يعني هناك ممكن هو اي واحد في التسيير غادي يحيدهم،
كما قلتي لي يعني لقيتو في مشاكل في الصندوق ديالها. هذا هو السؤال، يعني ماشي كنديروا مقارنات ولا كذا. لا فعلا فعلا انا نقدر نقول لك انا بصراحه، لا ماشي التساؤل ماشي هو من باب المقارنه، هو انا نقول لك صادقا انا لا اتذكر ان شي ملف حيدناه لانه كان من الجيل السابق، انا ما لا علم لي، ولكن كما قلت لك منذ البدايه خدينا شنو الامور اللي بغينا نديروا ومشينا في التطبيق ديالها مباشره زعما بدون تفكير، مشينا شنو اللي خاصنا ومشينا نفذنا. قلت لك بعد مجموعه من الملفات العالقه ينزل في مجموعه من الملفات العالقه، ماشي غير المجلس السابق، المجلس الاسبق، مجالس متعدده، كان مجموعه العالقه اليوم لحد سوق الحريه، مركب تغزوت، مركب الثقافي، المركب الثقافي ديال حي الرمال، كان مجموعه من الملفات العالقه لحد اليوم، وماشي كاين معالقه من جوج ولاد ولا ثلاثه، يعني مشاكل كاينه، مشاكل كبيره، سوق المتلاشيات بوجدي. يعني المشكل كما قلتي اولا ضيق المساحيه والانسابيه نعم كاين بزاف ديال الحركيه اللي ما كتوقفش وكذا، يعني صعيب باش دار المشاريع في انزكان. ان شاء الله غادي نرجعوا هذا التساؤل في السي بكيز في اللقاء السابق قبل هذا ان شاء الله. جبت واحد القضيه مهمه جدا اللي كيرجع لها الفضل فيما تعرفته جماعه انزكان، فعلا جمعته الجماعه ديال جماعه القرية اللي لا يختلف عليها جماعه انزكان، وهو السي ابو الحقوق، يعني محسودين عليه، يعني بناء على ما قيل في ذاك البرنامج ديال بكيز، يعني محسودين عليه. ممكن تهضرينا على السيد العامل ديال انزكان يتملوس يا ابو الحقوق، المشاريع وطريقه التعامل معكم يعني في اطار هذه المشاريع اللي دارت واللي غدار في انزكان. الاستاذ اسماعيل ابو الحقوق عامل صاحب الجلاله العامه ديال انزكان يتملوس، انا كنعتبره استاذنا اولا قبل ما يكون عامل، لانه فعلا هو رجل قرب، رجل تواصل وامتياز، رجل كفاءة، رجل فاهم مدينة الإقليم، والفهم ديالو الإقليم سهل علينا حنا كمنتخبين مجموعة ديال الأمور، والمساعدة ديالو ديالنا، لأن فعلا اليوم حنا في تناغم مع سلطات المراقبة، وهذا التناغم مهم جدا لمصلحة إنزكان ومصلحة الإقليم. التناغم هو اللي عطي القوة اليوم. أنا ما يمكن لي نقول هذا الرجل كنعتبره رجل من ذهب، رجل من رجالات هذه المدينة، رجل من رجالات هذا البلد، غادي معنا بطريقه رائعه جدا في التنفيذ، بطريقه الثقه، تجمعنا الثقه في تنفيذ المشاريع ديال مدينه انزكان. رجل قرب كما قلت لك، رجل يتواصل دائما، رجل نصيحه، رجل عنده غيره كبيره على مدينه انزكان وعلى الاقليم. وربما هذه الغيره انا شخصيا لم يسبق لي ان رايتها في احد المسؤولين، سميته رجل غيره، رجل غير كيغير على هذه البلاد، واحد الغيره وكيحب هذه البلاد، وله كلمة دائما كيقول بان انا ابن ولد هذه البلاد وضروري خصنا نشتغلوا عليها جميعا كفريق باش نخلوا فيها بصمة، وان توصل للمكان الذي تستحق لنا مدينة كمدينة انزكان بالامكانات ديالها المالية والبشرية، ماشي هذا المستوى ديالها، تستحق مستوى افضل، تستحق ان تكون لها صورة افضل، رغم ان اليوم من اكبر المدن داخل المغرب، ولكن باقي باش نكونوا صادقين مع انفسنا، باقي ماشي مدينة انزكان اللي بغينا نشوفوا هذه. وكنقول للسيد العامل اللي كنشكره من هذا المنبر على كل ما قدمه لهذه المدينه وعلى ما يقدمه وما سيقدمه في اطار التعاون وفي اطار التوافق معاه، ونتمنوا له التوفيق ونتمنوا له الاستمراريه معنا ان شاء الله. نعم ان شاء الله. قبل ما نرجعوا للساده المشاهدين اللي كنحييهم مره اخرى ان شاء الله، اللي نتمنى ان شاء الله يبارطاجيو ويسجلوا الاسئله ديالهم باش يتفاعلوا معنا الناس ديال انزكان والناس ديال الجهه كامل. سي نور الدين، تقادير التنميه في انزكان معطله رغم توفر الجماعه على الميزانيه ضخمه وموارد ذاتيه ضخمه وفائض سنوي ضخم، اين المشكل سيد الرئيس؟ فاطمه بجو أبجو عفوا، السلام عليكم، راه خاص النظام هو الأول ديال المحطات، حيت لحد الآن كل محطة تعمل بطريقة عشوائية، خصوصا ما بين المحطة ديال الحافلات والمحطة ديال التاكسيات، راه ما يمكنش واحد الروينة تماك، لا حول ولا قوة إلا بالله، عاد تجي وتشوفوا كيفاش تفكوا الازدحام. سعيد خموري وفقكم الله وسد خطاكم. سي تاكسيات دائما على ذكر برنامج عمل الجماعة اللي طبيعة الحال كيشمل مجموعة من القطاعات المتعلقة بتنمية مدينة انزكان وبالرجوع إلى الميزانية ديال الجماعة، وخاصة في الشق المتعلق بالموارد الذاتية والمداخيل المهمة والضخمة للجماعة، لا نراها على أرض الواقع، وما نراه ونشاهده في جميع القطاعات بإنزكان يطغى عليه طابع العشوائية ابتداء من الأسواق مرورا بمحطة التاكسيات والحافلات واختناق في السير، وبالرجوع إلى فائض الجماعة نجد مبالغ جد مهمة وضخمة ولا نراها في البرامج.
تحياتي لكم، كلنا الثقة في الرئيس. شكرا للسادة المشاهدين، إن شاء الله نتمنوا إن شاء الله يبارطاجيو الحلقة باش يكون هناك تفاعل إن شاء الله، ويكون جينا الأسئلة من السادة المشاهدين كما هو مع الآن. شي أجوبة قبل ما نطرحوا؟ أعتقد الحوار ديال السادة المواطنين مشكور، الأسئلة ديالهم واقعية ومنطقية. كما كنقول حنا جئنا من أجل البناء، اليوم حنا قضينا سنة ونصف من أجل الإعداد، واللي نوعدوا به حنا المواطنين واللي نوعدوا به انفسنا اولا وحنا كنثقوا فيه ان الدور ديالنا هو هذا، لجينا المسؤوليه هو نزلوا هذا المشهد الارض الواقع. بغينا حنا مدينه يزكر بمحطه في المستوى، بطرقات في المستوى، بشوارع في المستوى، بمرافق رياضيه وثقافيه وفنيه في المستوى، بحدائق في المستوى. اذا مدينه يزكر هي النموذج، حنا ما جينا لهذه المسؤوليه كما قلت سنه ونصف لا تكفي باش دير هذه الامور، ولكن اليوم سنه ونصف ربحنا فيها مجموعه الامور. درنا الاساس ديال هذا العمل اللي غيبدا في هذه الشهور القليله المقبله، غيبداو مجموعه المشاريع اللي غتغير الوجه ديال المدينه، وغتغير مجموعه ديال الامور داخل هذه البلاد ان شاء الله. نعم ان شاء الله. سي سورو، غير واحد القضيه، سي عبد العزيز سورو هو غني عن التعريف. السؤال: ما هي الاجراءات المتخذه لتنميه الموارد الذاتيه للجنه والجمال الاتجاه الى الاقتراض؟ تحيه السي رضا. يعني هذا غير تتمه للسؤال ديالو، ما درناش المقدمه. يزكان بالنسبه للموارد، حنا كما قلنا خدام على الباقي استخلاصه. لا حيت الا كنسمعوا حتى الصنود ديتا قالت لك المشاريع الضخمه، الا كنسمعوا 6 مليار ونص ولا حتى 7 المليار ديال الباقي استخلاصه اللي باقي عند الناس، راه واخا يكون فائض، ربما يكون غير فائض مقدر، يعني حيث باقي داك الشيء عند التجار وكذا، ما كاينش استخلاص ديال ما كيكملوش الاداء ديالو. دابا اللي نقولوا هو ان جامعه يزكان واخدين المسؤوليه بتنسيق مع الموارد الماليه، هو ان شنو الموضوع؟ هو ان خدمنا على امور باينه. اول حاجه اللي اشتغل الباقي استخلاصه من اجل تقليصه. توسيع الوعاء الضريبي. نعم. وذلك في اطار تسجيل مجموعه ديال التجار داخل الضرائب التجاريه، وكذلك تحيين الاقرارات في التسميه ديال الشوارع واللوحات الاجهاريه، يعني مجموعه من الاجراءات اللي دارت. هذاك الفائده ديال 27 مليون درهم، 2.7 مليار، راه ماشي فائده عاديه، قلت لك لم يحقق في تاريخ المدينه. حقق مره واحده، وكان ضمنه ان الجامعه باعت مجموعه ديال المحلات، عاد وصلوا لواحد المبلغ ديال 40 مليون، ولكن باعوا المحلات التجاريه. اما انزكر باش حقق فائده ديال 27 مليون درهم غير في الضرائب الذاتيه والمحوله، لم يسبق لها ان حققت هذا الرقم، وحنا حققنا في السنه الاولى، وكنقول هذا بفضل جهود الإدارة والموظفين والنائب المفوض لها في القطاع وجميع المتدخلين. وكذلك ما ننساوش الموظفين القبضة والناس العمل والسلطات المحلية اللي داروا واحد العمل كبير معنا في هذا الإطار. اللي نبغي نقولوا بأن اليوم الجامعة المحلية هي جامعة يزكان هي مدركة تمام الإدراك بأن أنها لن تمشي ولا لن تستمر ولا تتقدم إلا إذا نهجت استراتيجية شجاعة، أقول استراتيجية شجاعة تغيب فيها اولا الجانب السياسي وتستحضر فيها مصلحه مدينه زكان. اليوم لدينا تصور واضح لا في الموارد ولا في المصاريف ولا في التجهيزات ولا في جميع القطاعات، عندنا تصور واضح نحن نشتغل بتاني وبخطى ثابته باش نوصل للهدف. لان كنقول في سنه ونصف تحقيق تم تحقيق هذا المبلغ، رحني الله برمجناه 2.7 مليار، يلاه برمجناها دابا باش تنفذ، يعني حيت حنا اول سنه جينا تلاقينا ناقص 200 مليون. السنه ديال 2021 وصل المسؤوليه نهايه السنه، كنا ننتظر فائض، ولكن للاسف وجدنا ان الجماعه عندها ناقص 2 مليون ديال الدرهم. يعني خصنا نقلبوا على الفلوس باش نكملوا غير الديون السابقه، عاد يعني كان عندنا صفر درهم ديال الاستثمار، هذا كان عائق. ولكن باش تستمر تجي من ناقص 2 مليون درهم ل 27 مليون درهم في السنه المواليه، هذا يجب ان نرفع القبعه لمصالح الموارد الماليه والمجلس والجميع مكونات المجلس والاداره. نعم. لان كنقول اي اصلاح ولا هو وقت معين، خص وقت شويه الوقت، لان الاصلاح يمر عبر مراحل، ماشي غادي نجيو في الدرجه الاولى غادي نصلحوا. يجب ان نصل نخطو مجموعه من الخطوات باش نبداو الاصلاح ويبان للمواطن. نعم ان شاء الله. شكرا السيد الرئيس يعني على التساؤلات اللي على الاجوبه على التساؤلات اللي جينا من عند الساده المشاهدين. كاين واحد السر تبارك الله في الاقليم ديالكم، اولا اقليم صغير، استاذ ديال الجامعه تبارك الله، وكلها جامعات متكامله باستثناء التمسيه ولا بدرجه اقل، عندكم واحد التنسيق، يعني واحد التنسيق بعد استاذ ديال الجامعات. شنو هو السر في التنسيق ديالكم؟ دابا الاجتماعات المتواصله والتشاورات، وسمعنا مشروع اللي قلتي ديال مرجان الكوميسيريا، يعني هناك مساهمه ديال التشيرة، مساهمه ديال يتملون، مساهمه. اول حاجه نبلغ الشكر للساد رؤساء الجامعات كاملين، لان فعلا اناس اللي في المستوى اللي خداو المسؤوليه هما ناس في المستوى،
وأنا متأكد من أنهم ناس غيورين على هذا الإقليم، غيورين على بلادهم، وأنهم ناس ذو كفاءة وناس اللي خصنا ندعمهم. أكيد أن القوة اليوم ديال الإقليم كاينة في التلاحم، في الاتحاد بين الرؤساء، وفي الثقة اللي كاينة بين الرؤساء. ونقدر نقول بأن اليوم كاين واحد العلاقة أخوية بين جميع رؤساء الجامعات ديال الإقليم، وهذا نابع من أننا يجب أن نغير العقلية، وأنه ما كاين حد أحسن من حد. نحن ندبر الشأن المحلي اللي فيه اللي ما فيه مصلحة المواطن في مصلحة البلاد، ما كاينش حاجة مصلحة خاصة ديال الرئيس ولا ديال هذا رفع التكليف هذا ما بين الرؤساء هو اللي عطى هذه الصورة. وأن هنا كذلك نبغي نلعب، نشكر السيد العامل واحد الدور اللي لعبوا كبير في إطار التنسيق ما بين الصدر الرؤساء من أجل وضع مجموعة ديال الملفات اللي غادي بحال مثلا المستشفى الإقليمي اللي غتبنى فيه تملول، يعني مساهمة ديال الجامعة ديال زكرا 10 مليون ديال الدرهم. كذلك لتمتق على الاتفاقية ديالو، وجا وزير الصحة وقع معنا هنا فاكدير، يعني مجموعة من الأمور اللي هي إيجابية، لأن هذه القوة الاتحاد قوة. هنا يجب علينا فقط أن نستمر في التلاحم في التعاون، وفي آخر المطاف غتكون نتيجة إيجابية للبلاد والمواطن إن شاء الله. نعم إن شاء الله السيد الرئيس، يعني واحد مشروع مهم نسميه مشروع كبير اللي طال انتظاره، اللي هو تحويل المحطة الطرقية ديال إنزكان. ربما ما عرفتوش المحطة ديال الحافلات ولا بجوج، هذا كان دائما يناقش في الولايه ديال 2015 2021، ودائما الرئيس السابق يقول انه الوزاره تجهيز النقل ما كتعطيش المساهمه ديالها، يعني بحال الا كون الطماطول ديال الوزاره في دفع النصيب ديالها. الجماعه تقول انها مستعده من غدا باش هذا المشروع. امتى غادي نشوفوه؟ امتى غادي نشوفوه في إنزكان؟ لانه تقريبا اي واحد جا لإنزكان من غير السكينه ديال إنزكان المشكل ديالو هو المحطه. شكرا سي مصطفى. اليوم اللي نبغي نبشر الساكنه ديال زكان والساكنه ديال الاقليم وديال الجهه بان الملف ديال المحطه الطرقيه اللي غتنجز في المنطقه الجنوبيه الشرقيه على مساحه 40000 متر مربع على 4 الهكتارات، الملف اليوم اللي تم ايداعه لدى المركز الجنوبي للاستثمار، وكذلك طلب لدى الاراضي الملك المخزن مجلس اقتناء الارض من اجل انجاز المشروع، كما تم تعديل التصميم الاولي لهذا المشروع. وربما نبغي نبارطاجيو معكم الا بغيتوا من بعد نقدروا نبارطاجيو مع السادة المواطنين. السيد والسادة المواطنين، يعني المشروع اللي هو اليوم في المراحل ديالو الاخيره من اجل انهاء جميع ما هو اداري باش نمروا لما هو انجاز ان شاء الله. هذا مشروع اللي كان رفع على ديال مرجوع منه 3 سنوات سيارة النور، ناهيك على اننا لابد في انتظار ان هذا المشروع يوجد احنا على ابواب تجهيز المحطه الطرقيه القديمه من اجل انها تكون صالحه ولائقه للمواطنين، في انتظار ان المشروع الاخر الجديد ديال المحطه الطرقيه الذي سيغير وجه المدينه حقيقه ووجه الاقليم ووجه الجهه، لانه فعلا نحن على ابواب بناء منشاه اقتصاديه ومحطه طرقيه على اعلى مستوى، اللي فيه تقريبا تم الاشاره على مجموعه من المرافق جميع، يعني كنقول انا اليوم محطه طرقيه عصريه ومحطه طرقيه على اعلى مستوى تنافس، هذه المحطه ستنافس المحطات الموجوده في باقي مدن المملكه ان شاء الله. نعم ان شاء الله. وكما قلت في الاول، يعني هذا السؤال حطيت لك، يعني هذا التجار اللي كاينين في المركز ولا في قرب المحطه ديال إنزكان، واش كاين شي دراسه لذاك الاثار اللي غادي يطر عليهم هذيك التحويل ديال المحطه؟ كونوا على يقين بان تحويل المحطه الطرقيه، شفنا التحويل ديال الباع المتجولين له اثار كبيره على إنزكان، شفنا تحويل سوق الخضار والفواكه اللي كاين خلق واحد الحركيه وكذا وسط المركز، عنده تاثير على الجماعه ديال إنزكان. لا شك انه مباشره بعد تحويل المحطه يكون هناك تاثير اخر. واش كاين شي دراسه؟ كونوا على يقين بان تحويل المحطه الطرقيه، لأنش كاش قلت لك اليوم كنهضروا على إنزكان المركز بهذه الكثافه، خص شويه الازاحه، هو توزيع النشاط التجاري والاقتصادي على مجموع الارض ديال إنزكان. اليوم المنطقه الجنوبيه الشرقيه ما زالت في شبه فارغه باستثناء سوق الجمله وسوق الحريه، كاين هناك مجموعه من الاراضي الفارغه وغير المجهزه. بناء المحطه الطرقيه في المنطقه الجنوبيه الشرقيه سيدفع بنا مدى الى تجهيز جميع المنطقه لا بالاناره الامن وكذلك المناطق الخضراء، من اجل ان المركز إنزكان والمنطقه الجنوبيه الشرقيه يصبح فضاء واحدا تسهل حركه الانتقال. اليوم الدابله للمنطقه الجنوبيه الشرقيه ما يمكنش تمشي برجليك اليوم، ولكن انتقال المحطه الى ذاك المكان ستوسع الدائره الاقتصاديه وستوسع دائره النشاط داخل هذه المدينه، وسيصبح المركز
رغبة كثافة السكانية، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية الشرقة فضاء واحدا. آخر ما شنو غادي يوقع هو توزيع تلك الكثافة أو الزائر اللي خصنا نعرفوا بلي الإنسكان يزورها 80,000 نسمة يوميا، كتزورها يوميا باستثناء من غير السكان كاين 80,000 نسمة اللي كتزور مدينة إنسكان يوميا. هذه الكثافة السكانية يجب توزيعها جغرافيا بطريقة صحيحة، والذهاب بالمحطة الطرق لتلك المنطقة ما هو إلا في هذا الإطار. الا غادي نقول لك بان اي عمل، اي الا كنقول لك شي عمل كبير غدير فين زكان اليوم، الا دارت المحطه الطرق ستغير النسيج الاقتصادي والرؤيه التجاريه عام على العموم في جميع القطاعات لهذه المدينه. نعم ان شاء الله. السيد الرئيس، كاين واحد تساؤل اخر اللي هو المجال الصحي. كنا كنعرفوا المستشفى الاقليمي للمستشفى المختار السوسيك المستشفى حسن الثاني عفوا اللي كاين في الجزرف وكذا، وعليه واحد الضغط، ما بقاش مستشفى، ما بقاش مستشفى محلي ولا مستشفى اقليمي ولا مستشفى جهويه. هناك الناس خارج الاقليم كيجيو كيقصدوا هذا المستشفى، يعني عليه واحد الضغط كبير وكذا. واش كاين شي تفكير ديال المجلس لبرمجه بنايات جديده ولا مستشفيات جديده لتفكيك هذا الضغط؟ على رغم ان قطاع الصحه ليس من اختصاص الجامعه، ولكن احنا منخرطين في اتفاقيه ديال 152 مليون ديال الدرهم في بناء مستشفى اقليمي، وكذلك بناء مجموعه ديال المستوصفات بإنسكان وبالجزرف وطراست. هذا المشروع ديال 15 مليون و200 مليون اللي غيدار في عيد ملول طريق المطار مستشفى اقليمي كبير، وغادي يكون هذا المستشفى الاقليمي ديال إنسكان مستشفى ديال التخصصات اللي ديجا اليوم فيه واحد الفضاء ديال الطفل، تهيئه فيه فضاء الولاده، نحن على ابواب تهيئ فضاء المستعجلات، فضاء المختلين عقليا، المستوصف ديال طرس بناء مستوصف جديد. ديال الاتفاقيه ساهمنا فيها ب 10 مليون درهم كجامعه، رغم انه ان الموضوع ليس باختصاص الجامعه، ولكن نظرا لاننا كنشوف للمواطن يحق له الاستفاده من خدمات صحيه في المستوى ومن فضاءات في المستوى، التزمنا بهذه القيمه ديال 10 مليون درهم كشركاء في هذه الاتفاقيه. والهدف شنو هو الهدف؟ الهدف اخر المطاف هو اعداد مجموعه من المرافق الصحيه ومجموعه من الخدمات المهمه للمواطنين، لان الغطاء، لان المجال الصحي اليوم كما كنعرفوا تعميم التغطيه الصحيه اليوم في الورش الملكي واحد الورش كبير يجب ان تواكبه وان ترافقه، ان يرافقه عمل كبير على مستوى البنيه التحتيه وعلى على مستوى التجهيزات. ويجب ان نقول بان مدينه إنسكان وجامعه إنسكان ومجلس إنسكان منخرطون في هذا الاطار، وخير دليل الدعم ديالو ديال 10 مليون ديال الدرهم. نعم ان شاء الله. السيد الرئيس، كاين واحد مشكل اخر اللي هي تحيين وثائق التامين، وخاصه بالاحياء الهامشيه اللي كنا كنهضروا على جترف وطراس وما الى ذلك. قبل ربما الا كنهضروا على جترف، كان واحد مشروع تحويل السكينه ديال الوادي الى مشروع تاع العين تجوج اللي كنا كنسمعوا فيما سابق، ما عرفناش في نوصل هذا الملف ديال تحويل دوك السكينه اللي غيطلب لهم السكينه المحلات ديالهم، حيت بناوا على الوادي وكذا الى اخره، وجاو في السياق ديال البنايات ديال 2011، يعني موضوع اخر. غير بغينا نعرفوا فين وصل ذاك الملف التحويل ديالهم الى تاع العين تجوج. غادي نرجعوا لتحيين وثائق التعمير خاصه في هذه الاحياء، ولا واش كاين الاخذ بعين الاعتبار تنميه الموارد الماليه ديال الجماعه مثلا في اثناء اعداد وثائق التعمير بتقريص في المساحات الغير ممنوع فيها البناء؟ نعاود نجاوبك على بوجدك، لان بوجدك ملف بوجدك تم اغلاقه من الناحيه العمليه، انما تم هدم جميع المباني الغير الآلية للسقوط، واصبح المكان فارغا اليوم. احنا في اطار تنقيه واد سوس من اجل انجاز مجموعه المشاريع، وكذلك نبغي ناكد بان المسطره انتقال والاستفاده ديال الناس الذين تم هذه المنازل المراه، المسطره غادي في الطريق الصحيح من اجل الاستفاده من البقعه الارضيه بتاع العين جوج. هذا ملف تم بالنسبه للجامعه تم اغلاقه. الملف الثاني هضرتوا على تحيين وثائق التعمير اللي هو واحد كنقول اليوم إنسكان اذا كان هناك انجاز حقق في هذه السنه والنصف هو اخراج في وقت قياسي، اخراج وثيقه التعمير او لا تصميم هي في وقت قياسي لحي الوجود، حيز الوجود. هذه الوثيقه التي راعينا فيها مجموعه الامور، اولا تفعيل ماده 28 يعني جميع المرافق اللي كانت هي عباره عن تجهيزات رجعنا لاصحاب الملاكين ديالها من اجل انه يزولوا فيها او لا يستغلوها في البناء. يعني تحيين وثائق التعمير غتعطي الامكانيه ديال البناء مجموعه ديال الناس اللي عندهم بقع ارضيه وما عندهمش شواهد اداريه، لانهم لم لا يتوفرون على 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 الرسوم المسجله. هاد تحيين هاد الوثائق واخراج تسميتها للوجود غادي يفك جميع هاد المشاكل،
ونقول لك وكذلك غادي يحقق مجموعه ديال الموارد الجماعه من خلال رخص البناء من خلال مجموعه ديال الاجراءات الاداريه اللي كيقوم بها المواطنين من اجل بناء منازلهم والاجراءات المرافقه لذلك. قلت بان اللي تصميم تهيئة اليوم هو واحد المشروع اللي دار كبير في تاريخ قياسي، وهنا لابد ان نذكر ولابد ان نشكر اشير للشكر السيد العملي اللي اشتغل واحد العمل كبير. نشكر كذلك مدير الوكاله الحضريه وجميع مكونات الوكاله الحضريه على العمل اللي داروا معنا، المجلس كذلك الانخراط ديال المجلس جميع المكونات ديالو بالاجماع في هذا الورش هذا وفي هذا المشروع هذا لليوم سيكون الحل وسيكون امل كل مدينه زكان من اجل ادامه مدينه زكان، مدينه منظمه، مدينه عندها رؤيه، مدينه بجماليه خاصه. نتمنى أننا في القريب العاجل، غالبا اليوم هو في الجريده الرسميه التفعيل ديالو في القريب العاجل من اجل ان نخرج الحيز الوجودي واستفاد المواطنين بالرخص البناء. نعم، شكرا سيد الرئيس، كنحيوك وان شاء الله هذه القضيه ديال القانون الجديد اللي هو تبسيط مصالح البناء فيما يتعلق بالعالم القروي هذا استدعينا ليه جوج ضيوف مازال ما عطاوش لنا الموافقه ديالهم الحضور، يعني ما عطاو الموافقه ما رفضوا، يعني قالوا التسويف يعني في انتظار مراجعه هذا القانون باش يجمعوا عليه معلومات لان شاء الله باش يوضحوا للساكنه هذا الخصوص. نرجع مرة أخرى للسادة المشاهدين اللي كنحييهم، سي نور الدين تكادير، بنرجع إلى برنامج العمل مرة أخرى وخاصة القطاع الصحي، ما هو برنامج يكون بخصوص هذا القطاع سيدي الرئيس؟ ربما بحال لا سبقتني السؤال ولا سبقتني السؤال سي نور الدين، يعني سيد الرئيس راه جاوب. المواطن يحاسب المسؤول على الإنجازات، ولكن بالمقابل على المواطن أن يتحلى بالروح المواطنة ويؤدي واجباته لكي ترتقي المدينة إلى ما هو أفضل. سي أحمد بوعزي، هذا بنظر إلى السيولة المالية اللي قال السيد الرئيس في كتواجد في باقي استخلاصه المقدره بسبعه ديال المريال السنتيم، مشاريع مهمه غتنجز في زكان ان شاء الله دخلت هذه الميزانيه للصندوق ديال الجماعه. نرد مره اخرى بالرجوع الى الميزانيه السابقه سيد الرئيس التي حسب تصريحكم انها تعرف عجز بقيمه ناقص 2 مليون درهم ومقارنتها بفائده السنه السابقه لولايتكم التي حققتم فيها فائض بقيمه 27 مليون درهم، يتضح لنا ان المجلس السابق لم يرتكز على تحسين الديون الجبائيه، ما هو السبب سيد الرئيس في هذا الخصوص؟ ابراهيم دريوش، تحيه للسيد الرئيس ومشكور على التواصل، اتمنى من اخوه مسؤولي الصفحه الحفاظ على الفيديو سنحتاجه. لا سؤال الفيديو تم محفوظ السيد دريوش دائما ما كان مسحوش حنا الفيديوهات ديالنا. ام ايمن وفقكم الله وسد خطاكم، فعلا مدينه انزكان قطب اقتصادي بجهه سوسمسه، ولكن واش كاين شويه التفكير في الشان الثقافي؟ سي سعيد خمري. ابراهيم دريوش السيد الرئيس السؤال ديالو هو يتعلق بتعديل دفتر التحملات الخاص بكراء المواقف بإنزكان. هل السيد الرئيس سيعدل دفتر التحملات الخاص بكراء المواقف بإنزكان؟ الملف سبب ضجه كبيره خلال ولايه الرئيس السابق، ففسخ الصفقه لكن الرئيس الحالي اعادها بنفس الشروط لولا تدخل السيد العام. مشكور، فهل من توضيحات اكثر في هذا الخصوص السيد الرئيس باش ندوزو اسئله اخرى ان شاء الله؟ اعتقد الجواب الاول ديال الجواب على السؤال ديال المرابيد، حنا باش نكونوا واقعيين وجدنا ملف ديال المرابيد لم يتم فسخه، فقد تم تأجيل الملف. هذا في المجلس السابق لم يفسخ الملف، يعني هناك دفتر تحملات مؤشر عليه من المجلس ومؤشر من الوزارة الداخلية وكذلك جميع الوثائق المرافقة له مع وجود دراسة. اليوم حنا إذا اتضح لنا بأن ماشي الملف لم يتوقفه من طرف السيد العامل، لان احنا الملف بعدا لم يتم طرحه. اتحدى شي واحد يجيب لي شي طلب العروض كاين في في في, في, في البورتاي؟ ما كاينش. الملف تم بدايه دراسته، ربما غادي يرجع لهذا الملف بشكل مصف لان هناك مجموعه الامور الغائبه وما يروج، وكاين مجموعه الناس كتروج شي امور اللي هي غير صحيحه. هذا مشروع ديال مشروع واعد بالنسبه لمدينه زكان، مشروع مميز اللي غيغير مجموعه ديال الامور. لازلنا نتحدد على المرابيد ونتحدث على المشاكل ديال 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 السير والجولان. هاد التدبير المفروض وهاد الصفقه ستغير الكثير من هاد المشاكل وستحل الكثير من هاد المشاكل. اليوم كنقول اذا استطاعت الضروره تحيينا وتغيير الدفتر تاعو سنغيره، علما ان هاد الملف تمت المصادقه عليه في المجلس السابق وتم التاشير عليه من وزاره الداخليه، وتعرفون ان الملف هو في اطار التدبير المفروض وليس في التدبير العادي
هذا هو علاش كيمشي لوزارة الداخلية، تمت المصادقة عليه ولم ترفق معه أي ملاحظة، وحنا لما تسلمنا المسؤولية لم نجد إلغاء الصفحة ولا إلغاء الصفحة ولكن تم تأجيلها، وحتى حنا ما نوصل الصفقة فقط في إطار الدراسة والبحث، وإذا اتضح أنه يجب إعادة الدراسة سنعيده، إذا اتضح أنه لا راه ما غاديش نعاودوها بكل وضوح، إذا اتضح تستلزم نراجعه سنراجع، ما إذا اتضح العكس راه لن نسميه زعما بكل ثقة. نعم إن شاء الله. ما يتعلق بفروق الرياضية سي محمد أبو لقمان، يعني تم تحت السلامة تسأل السيد الرئيس بخصوص المنح الممنوعة للفرق ولا الممنوحة للفرق، هل هناك محاسبة وتتبع للمال العام على هذه المنح؟ هذا واحد العمل اللي يجب أن نشكر مكونات المجلس عليه اللي طالبوا بها مكونات المجلس، وهذا هو ما يجب أن يكون، لأن ليس من المعقول أن تصرف منح لفرق رياضية أو أيا كان دون رقيب ولا حاسب ودون محاسبة. هذا العمل اللي بدأته الجامعة اليوم لجميع الفرق وجميع من حصل على منحة يجب عليه أن يبرر جميع النفقات وأن يبرر المنحة في المجال الصرف ديالها وأن يحترم في تنفيذ. لنا اليوم عندنا دفتر كل شروط التحملات تمت المصادقة عليه، هو اللي سيكون كوثيقة التي سنبني عليها دعم الجمعيات ودعم الفرق الرياضية في إطار الشركات وفي إطار التمويل. هذا ملف انا كنحيس ابو لقمان على التدخل ديالو، لان ضروري ان الجامعه اليوم تراقب المداخل، تراقب صرف المنح بالطريقه، هل هي تم صرفها بطريقه قانونيه او بطريقه عشوائيه، يجب ان تكون محاسبه من اجل الحفاظ على المال العام. نعم شكرا سيد الرئيس، عندكم واحد التجربه مهمه جدا، غادي تهضر لنا على التجربه تقريبا باش ربما الجماعه الاخرى باش تستفد منها، اللي هي الشرطه الاداريه. نعم الشرطة الإدارية هي اللي يترأسها هو الرئيس شخصيا، هو رئيس الشرطة الإدارية. هذا واحد المصلحة اللي هي مهمة جدا، كما كتعرفوا الفرق ما بين مدينة زكرة ومجموعة المدير هو تفور على مجموعة من المرافق التجارية والاقتصادية، وتدبير هذه المرافق الاقتصادية وتنظيمها لابد من وجود بالإضافة إلى السلطات المحلية وجود الشرطة الإدارية، لأن يجب أن يكون ممثل الجماعة في إطار التنظيم. هذه تجربة ناجحة رغم أن نقول لكم واقعي يعني أن خصنا باقي فيها عمل كبير، لان مدينه زكان تبارك الله 18 مرفق اقتصادي بشوارعها الباعة المتجولين وجميع هذه الامور هذه والاسواق، يعني العمل كيبقى غير كافي، رغم انني نحيي السيد نائب المفوض الله ونحيي جميع مكون الشرطه الاداريه ورئيس المصلحه وكذلك رئيس مكتب الشرطه الاداريه على العمل اللي كيقوموا به، هو عمل كبير ولكن بسبب الازدحام وبسبب كثره الزوال لمدينه زكان وبسبب عدد تعدد الاسواق يعني كيمارسوا المهام ديالهم بصعوبه، ولكن اللي نقول كنحفز وكنطلب من جميع الجماعات انهم ينهجوا هذا النهج في انشاء مكاتب للشرطه الاداريه، لان فعلا كتلعبوا هذا الدور التنظيمي جد جد مهم، غير ان زكان كمدينه لانها استثناء بكم من الناس اللي كيتواجدوا فيها والعمل اللي كيتواجدوا فيها، ونتمنوا التوفيق. نعم شكرا سيد الرئيس. الجامعه مؤخرا كسبت واحد الحكم قضائي اللي هو المتعلق بسوق الحريه، يعني شنو ماذا بعد هذا الحكم اللي كسبته الجماعه اللي تبارك الله راه تقريبا 50 وهو في المحل؟ هذا مشروع ديال 20 سنه بكل ما له وما عليه بمشاكله بنواقصه وبجميع الامور الموجوده فيه. انا نبغي نشكر جميع مكونات المجلس فردا من الرئيس الى الاعضاء الى النواب الى جميع مكونات المجلس على اتخاذ هذا القرار الشجاع والقرار الجري والذي دل على شيء فيني ودل على ان هاد الناس جاوا للمصلحه العامه. اليوم خذت الجامعه قرار اليوم استئنافيا تم نصفنا من طرف المحكمه الاداريه وحصلنا على تأييد على رفض تنفيذ توقيف القرار. اليوم الجامعه تستمر في الامور القانونيه، غنمشوا فيما يكفله لنا القانون. احنا لسنا هنا للاضرار بمصالح احد، وكنقول دائما بان التاجر هو على ما فارق التاجر فوق رؤوسنا، التاجر مصلحته مضمونه ومحفوظه، السوق مصلحته مضمونه ومحفوظه، لان خلاف مع نائل الامتياز فقط ولا شيء اخر. نائل الامتياز نحن تفاوضنا عليه عده مرات، اليوم وصل للمحكمه غادي نشوفوا القضاء شنو يقول، وثقه ثقه كبيره في العداله. اليوم انصفتنا بحكم الحكم الاداري استئنافيا، حكم اللي كان في صالحنا فعلا، كان قرارنا مؤسس على مجموعه من المعطيات وعلى مجموعه من الحقائق وعلى مجموعه من الوثائق التي تثبت اننا على حق كمجلس، وكان تصويتنا تصويتا رجوليا، تصويتا ينم على موقف ديال المصلحه العامه وعلى ينم على الشجاعه.
حنا اليوم لسنا ضد احد، لسنا ضد لنا الامتياز كنقول لا الامتياز لدينا في مشكل المحكمه، ولكن المرفق والتجار فوق رؤوسنا، مكانتهم خاصه، حقوقهم محفوظه، نحن نلتزم بذلك سواء اليوم او غدا او بعد غد، ونتمنى ان الملف يمشي في اخر المطاف لصالح الجماعه وارجاع للجماعه حقوقها في اخر المطاف. دائما في صلب هذا الموضوع ديال سوق الحريه فيما يتعلق بالمربعات التي تم احداثها في المجلس السابق، خصوصا السوق اللي يكون واحد حل فيما يتعلق بالبيع على المتجولين. في البدايه ديال الامر يعني تم التحول الى هذه المربعات، ولكن تم هجرانها مره اخرى، يعني تخلات يعني ما خدامش اليوم هذاك. شنو هو الحل ديال هذه المربعات؟ واش بقى تما؟ واش تم تشجيع البيع على المتجولين؟ واش كاين هناك تحفيزات ولا كذا ولا بقى؟ هنا ديما كنهضر على الالتزام. لما كنعوض واحد البائع المتجول واحد الاستفاده من رقعه معينه، راه ما بين شروط الابقاء ولا شروط استفادته من تلك البقعه هو الممارسه الفعليه. للاسف لحد اليوم لم يفعل هذا الشرط لعده اسباب متعدده ومتشابكه، ولكن الحل المستقبل اذا كنا احنا باش نكونوا واقعيين اليوم، احنا ما مستعدينش، احنا باقي ما عندنا ما عطول حتى واحد بعدا باش نكونوا متفقين فين زكاه. ليس لدينا ولا متر واحد ما عطول شي واحد، باش نكونوا احنا نصرفوا غير داك الشيء اللي لقينا دابا نفكوا بعدا، اما راه ما عندنا ما نعطول شي واحد. الموضوع اللي كاين بانه الاستفاده من رقعه معينه ولا من بقعه معينه ومن مربع معين من الشروط الالزاميه هي الممارسه الفعليه. لحد اليوم هذا الشرط لا ينفذ وما كاينش مراقبه ليه، ولكن مستقبلا ومن الغد احنا نشتغل في هذا الاطار بانه سيتم سحب جميع القرارات الغير الشاغره او الفارغه من اصحابها. لان اليوم غادي نفتح واش البقع ولا المحلات ولا كل شيء؟ المربعات، يعني انا كنقول كنهضر على المربعات. احنا كنقولوا للمواطن الا كان لان مجموعه المرافق اليوم تم تعويض البيع المتجولين بها واصبحت فارغه ولا شبه فارغه. نعطيك نموذج السوق ديال حي النور الجديد، نعطيك نموذج ديال هذا السوق ديال الحريه. هذا ماشي معقول. ملي كتعوض ولا كتساعد واحد البائع متجول خصو يستقر في المكان اللي عطيتيه باش يقدر ينمي التجاره، ولكن مجموعه منهم يذهبون الى الشارع. حنا ما بغيناش ذاك الشيء. مدينه زكان يجب ان تتجاوز هذه المرحله. مدينه زكان كفاها من هذا الشيء، دوزت سنوات 40 سنه من هذا النوع من 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 من, 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 من السلوكات ولا من المعاملات. زكان اليوم خصها تخرج تبدل الجلد ديالها، ماشي تبدل وجهها، تبدل جلدها باش تخرج بواحد الصوره اكثر، لان فعلا تستحق ان تكون مدينه بمميزات كثيره، مدينه بحله جديده، مدينه اللي تستحق تكون في مصاف في المدن الكبرى داخل المملكه. نعم ان شاء الله سيد الرئيس. قضيه اخرى ما يتعلق دائما بالاسواق، حيت السوق ينزكان ولا عفوا مدينه ينزكان معروفه. كان جوج ديال الاسئله، اولا السوق ديال طرس واش ولا ديال الجرف، السوق ديال طرس وديال الجرف واش كاين شي تهيئه لهذ الاسواق باش يكونوا اسواق نموذجيه وكذا، ولا يبدو القاهر كما هي اسواق عشوائيه وما الى ذلك. وكان واحد القضيه اخرى اللي هي دائما ينزكان كتعرف المشاكل في هذه الفتره من السنوات من السنه اللي هي قبل عيد الاضحى، دائما السوق الرحبه ولا كذا كيشكل لها واحد الهجيس. كان كيدار في قرب السوق ديال الخضار الجديد كل مره فين دار هذه السنه، واش لقات لها شي حل؟ المجلس السابق هو في واحد المرحله كان كيفكر باش يديه لجماعه اخرى مجاوره بحال ولا تاعو بحال كذا. شنو جدته في هذا الخصوص ديال السوق الاضاحي؟ بالنسبه للسويقه بعد اللي درست ديال الجزر، هناك التصاميم القبليه تم اعدادها. احنا لو في اطار تحيين الوثائق ديال الاراضي لا بالنسبه للسويقه حي النور ولا بالنسبه لحي الجرف، في دار اتفاقيه مع عائله معينه بمدينه طراست. هذه المشاريع اللي غاديين شادين الطريق، فيهم شويه المشاكل ولكن مشاريع اللي في الطريق صحيح. بالنسبه لسوق المواشي، سوق اليوم اللي غادي هذه السنه اللي غادي في سوق الجمله القديم على غير السنه الفريضه، وغتكون اخر سنه فيه وتما، لان اليوم مدينه زكان كما قلت في هذا التطور اللي غادي فيه يجب ان يخرج سوق المواشي الى خارج المدينه، ولا يبقى اليوم هناك مكان مبرمج بمنطقه في واد سوس في احد المناطق تما باش نديروا سوق عصري لبيع المواشي، سوق نموذجي اللي كيستجمل مجموعه ديال المعايير على غير السوق الموجود بمدينه العيون ومجموعه من المدن الكبيره وحتى المدن الاوروبيه. لان فعلا ما يمكنش يبقى سوق المواشي بهذاك الشكل اللي هو اليوم وفي هذاك المكان اللي اصبح هذاك مركز المدينه. لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تكون مدينه في حجم مدينه زكان بداخلها اسواق للمواشي، هذا غير مقبول. وفي نفس الاطار ولا في نفس الوقت لا يمكن ان نتنازل عن المرافق الجماعيه وتفويت الى اي جماعيه كانت. مدينه زكان اليوم المجلس
كيقول بلي يجب المحافظه على المرافق الجامعيه وجميع المرافق، لا سوق الحبوب، لا سوق الدجاج، لا جميع الاسواق يجب ان تبقى في المجال الترابي لمدينه زكان، وهذا ما نشتغل عليه ومتشبتين به. خير يدل على ذلك هنا تمت الاشاره لجميع هذه المرافق داخل تصميم التهيئه. نتمنى فقط اننا نحولها في الوقت المناسب بالطريقه المناسبه والشكل اللي غيخدم المواطنين بشكل راقي ومتطور. نعم، شكرا سيد الرئيس. واحد السؤال الاخر ربما مهم جدا اللي هو التحويل المجال الرقمي الذي اطلقته الوزاره الوصيه مؤخرا، واش جماعه زكان ما لقاتش شي مشاكل في هذا التحول الرقمي ولا لقات؟ ما غاديش نقول لك ما لقيناش مشاكل، ولكن اليوم احنا متفوقين جدا، نقدر نقولوا احنا اليوم راه بعد ايتم احنا الثانيين في المغرب في استغلال هذه المنصات الرقميه، لا رخص لا شكايه لا مجموعه ديال المنصات. كذلك خير دليل على اننا متفوقون هو وما نستخلصه للمنحه اللي كتجينا عن طريق وزاره الداخليه فيما يسمى النجاعه لا بيرفورمانس. للسنه الفريطه حصلنا على 1,150,000,000 كمنحه. ما غاديش نقول ما كاينو صعوبات، ولكن عندنا فريق قوي، عندنا مدير في المستوى بالتنسيق مع رؤساء المصالح ورؤساء الاقسام ورؤساء المكاتب، قدروا يخرجوا لهذه المنصات ويقدروا يشتغلوا عليها ويقدروا ينجحوها. اليوم راه غاديه في اعلى مستوى وبطريقه جيده جدا. نعم، شكرا سيد الرئيس. وكا التفاته اخيره في الحلقه ديالنا ان شاء الله قبل ما نساليها الاسئله ديال الساده المشاهدين اللي كنحييهم. محمد ابو لقمان سيد الرئيس المحترم، تساؤل بخصوص مشروع تهيئه الضفه واديسيوس والذي سيحتضن مجموعه من المرافق والفضاءات، متى سينطلق هذا المشروع فعليا وعلى ارض الواقع؟ نور الدين تكادير دائما بخصوص برنامج العمل الجامعه وخاصه في قطاع البيئه، مدى عن المساحات الخضراء والتشجير بمدينه زكان سيد الرئيس؟ ابراهيم الصفراوي، تحيه لك سيد الرئيس. ما شاء الله ابو لقمان سيد الرئيس المحترم، مصير ملف المطلب لابناء الجرف بخصوص مجموعه من المرافق العموميه وخدمات القرب والتي كنتم سيد الرئيس المحترم مشكورين في صياغته وبالتوفيق. تحيه لك السي مصطفى والضيف ديالك السي محمد انير، احنا الضيوف السي محمد انير عند سيد الرئيس. شكرا. نور الدين تكادير، بالرجوع دائما سيد الرئيس الى برنامج اعمال الجامعه وخاصه في الشق المتعلق بالقطاع السياحي، ما هي حصه المدينه زكان في هذا الخصوص؟ سي نور الدين هضر على القطاع السياحي والقطاع البيئي فيما يتعلق الى جابو سي نور الدين في القطاع البيئي. كنقول لنا اليوم باللي تهيئه ضفه واد السوس غتعتبر اكبر متنفس ديال مدينه زكان. واليوم كاين واحد الصفقه اللي يشرف عليها المجلس الاقليمي مشكورا، اللي غادي تكلف بتنقيه ضفه واد السوس كامله المنطقه التابعه لمدينه زكان، هذا مع التشجير ديالها. هذا غيشكل واحد الفضاء راقي جدا اللي غيعطينا حنا واحد 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 الجماليه، في انتظار اننا كان هناك دراسه اخرى من اجل تهيئه تلك المنطقه، لان كنقول هذا مشروع اللي طال انتظاره منذ سنوات ويؤجل. اليوم حان وقته، اول عمل هو تنظيف واد السوس، بعد ذلك التشجير ديالو مباشره، بعد ذلك التجهيز ديالو، تجهيز الفضاء ديالو بمسالك للجاري، مسالك للماش، حدائق، ملاعب للقرب. هذا مشروع اللي سيغير، انا اكيد انه سيغير سرعة مدينه زكان. هضر الاخ ابو لقمان على واد السوس، هذا من المشاريع، هضر على مجموعه من المشاريع اللي صيغت في حي الجرف. كنقول لهم باللي اليوم حي الجرف هناك حديقه ديال المغرب العربي اللي سميت جزيها، هناك كذلك قاع بملعب الجرف، هناك مجموعه من الحدائق اللي خدامين عليها، التهيئه، الاناره، مجموعه الامور. كاين هناك في فتح دار الحي في وجه الجمعيات ووجه الشباب، ومجموعه بناء السويقه ديال الجرف، مجموعه ديال الامور اللي كنشتغلوا عليها، التبليط، يعني مجموعه ديال الملفات اللي فاتحينها في حي الجرف اللي غادي تخرج للوجه في القريب العاجل. احنا اليوم لا نبيع الوه، ولكن كنقولوا هذا بناء على ما تم تسطيره وما تم برمجته، لان احنا كمجلس اليوم نؤمن بانه لا مجال للكذب ولا مجال للمزايدات ولا مجال للمحاسبه ولا المسايفه. اليوم المجلس يؤمن بانه خصو يخرج مدينه زكان بحله جديده لسبب واحد، واننا ابناء هذا البلد ونحب هذا البلد ونحب هذه المدينه بكل ما هنا طرعنا، هنا وهنا كبرنا وهنا قرينا وهنا درنا كل شيء، لا يمكننا ان نخرج فيه من الايام. وخذينا هذه المسؤوليه كمجلس ولم نحقق ما كنا نصبو اليه ونحن صغار ولا ونحن شباب. اليوم جابتنا المسؤوليه، اكيد كاينه صعوبات، كاينه معارضه، كاينه منافسه، كاين حساد، كاين منافقين، العالم هو هذا، المشكل هو هذا، ولكن نحن عازمون ونحن بخطى ثابته
أننا نفذ برنامج عمل الجماعة كما تصوره المجلس وما كما سطر له المجلس بناء على مقاربة تشارك مقاربة تشاركية حقيقية مع المجتمع المدني، مع المواطنين، مع التجار، مع رؤساء الأموال ومع جميع الغير على هذا البلد. خرجنا قدرنا نخرج بتصور، نزلنا في برنامج العمل اليوم كنفذوا البرامج التوقعية السنوية المنبثقة من برنامج عمل، كذلك برنامج عمل تبني واخذنا بعين الاعتبار الاتفاقيات والامكانيات الماديه الذاتيه والامكانيات الذاتيه في اطار الشراكات، خدينا بعين الاعتبار لان لا يمكن في اخر المطاف ان تضع برنامج عمل دون ان تكون لك امكانيه ماديه. نحن واثقون من هذا المشروع كمشروع تنموي للمدينه في جميع قطاعات الذي راعينا فيه المجال العداله المجاليه لجميع الاحياء الثلاث، وكذلك المساواه، وكذلك راعينا ذوي الاحتياجات الخاصه وجميع القطاعات تم اشراكها وادراجها داخل هذا البرنامج. وخير دليل ان برنامج عمل الجامعه راه هو في متناول الجميع، يمكن قراءته ونحن مستعدون للاجابه على اي سؤال. نعم، شكرا سيد الرئيس، كنحيوك على الاستضافه لك لنا ان شاء الله والرعب بصدر الاسئله ديالنا وديال الساده المشاهدين. نتمنى لك التوفيق. سيد الرئيس، غير كسؤال اخير، ياك واش الرئيس لقى الراحه ديالو في تسهيل الجماعه ديال الانسكان كما تنقولوا، ياك ما ندم على تسلم ديالو الرئاسه ديال الجماعه؟ حنا باش نكونوا واقعيين، حنا اليوم في موقف مسؤوليه وما جيناش للسياسه باش نلقاو راحتنا ولا نلقاو جايين للسياسه باش نأديو الواجب. نحن يحركنا اليوم الواجب، والواجب ليس مرتبطا بالحاله النفسيه للرئيس ولا المجلس، يكون مرتاح ولا ما مرتاحش، الواجب ولا حطنا. نحن اليوم نؤدي الواجب باي طريقه، كنا سعداء سنؤدي الواجب، كنا غير سعداء سنؤدي الواجب. فأخي المطاف مدينه زكان لا مكان للمزايده فيها، ولا مكان للمقايضه، ولا مكان للابتزاز. اليوم إنزكان في أيدي أمينة، مجلس قوي كنقول بتحالف ديال 12 حزب، رجال كاين معنا، معنا نساء في المستوى رغم وجود بعض المشاكل. حنا ما كاينش هنا في الجنة، حنا كنديرو حنا لا مشاكل موجودة، ولكن كاينين الناس اللي في آخر المطاف اللي كنستحضروا المصلحة العامة ديال إنزكان. كل شيء كيلتئم، كل شيء كله يلتف حول الرئيس، الكل يلتف حول القرار الذي فيه مصلحة المدينة. وفي آخر المطاف حنا سعادتنا الكبرى، سعادتنا الكبرى كمجلس هي نهار نأديو الواجب ونشوفوا هذه المدينة في الشكل اللي بغيناها، ونشوفوا هذه المدينة نزلنا فيها البرنامج التوقعي وبرنامج عمل الجامعة، وكن على يقين أننا سنفتخر في آخر المطاف جميعا وسنكون قد أدينا الواجب. وذلك ما كاين مشكل اللي وقع، ما عندنا مشكل، حنا خصنا نفذوا الواجب اللي جينا من أجله إن شاء الله. شكرا 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 سي مصطفى، شكرا كحي السادة المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله.